علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ولا تؤخذ في الصدقة السخلة وتعد على أرباب الغنم، ولا العجاجيل في البقر، ولا الفصلان في الإبل وتعد عليهم، ولا يؤخذ تيس ولا هرمة ولا الماخض ولا فحل الغنم ولا شأت العلف والتي تربي ولدها ولا خيار أموال الناس. بعد أن أنهى الشيخ مسألة الاجتماع والافتراق أي زكاة الخليطين وانتهى منها، بدأ ينبه على أنواع من الشاء لا تؤخذ في الصدقة، لأنها إما أن تكون ضعيفة لا تصلح بالفقراء، وإما أن تكون تؤثر على أصحابها فلا يعطونها بنية صادقة. فذكر السخلة وذكر العجاجيل والفصلان، ثم بعد ذلك ذكر تيس المعز والهرمة التي يعني كبرت جدا وهزلت، وكذلك قال الماخض أي ولا تؤخذ في الصدقة الماخض، واختلف في معنى الماخض. قال الشارح: وهي الحامل التي ضربها الطلق، يعني الآن على حافة الولادة. قاله الفاكهاني وقال الأقفاصي: الماخض هي الحامل، الحامل مطلقا سواء كانت في أول الحمل أو في وسطه أو في آخره، سواء كانت في أول الحمل أو آخره، وإنما لم تؤخذ لأنها من خيار أموال الناس. وكذلك لا يؤخذ في الصدقة فحل الغنم وهو الذي يعد للطرق، ضأنا كان أو معزا، لأنه من خيار أموال الناس. وكذلك لا يؤخذ في الصدقة شأت العلف وهي المعدة للتسمين للأكل لا للنسل، ذكرا كان أو أنثى، لأنها من خيار أموال الناس. تلاحظون أن العلة دائما هي أنها من خيار أموال الناس، ولذلك لو ذكر هذا الضابط لانتهينا منه. وكذلك لا يؤخذ في الصدقة التي تربي ولدها وتسمى الربى بضم الراء وبالموحدة المشددة مقصورة، ولو قدم قوله ولا خيار أموال الناس يريد ولا شرارها، ثم عقبه بالمسائل المتقدمة لكان أولى. صحيح الذي ذكرناه لأنه ضابط لها،
وحاصله أنه لا يؤخذ شرار الشاء لتعلق حق المساكين ولا خيار لتعلق حق أرباب الأموال، فالمسألة وسط لا هذا ولا ذاك. فإن أعطى واحدة من الخيار طيبة بها نفسه جاز له ذلك. احنا قلنا جائز حتى في 5 من الإبل إعطاء يعني بنت مخاض. دائما الخير ما فيش مشكل أحسن، جاز له ذلك. وإن أعطى من الشرار فلا تجزي. وإن كانت كلها خيارا أو شرارا، بالنسبة إذا كانت كلها خيارا يعني كان أعطى صاحبها منها لكن بطيب نفس قبل منه ذلك، وإذا لم تطب نفسه يكلف بأن يشتري وسطا من السوق. أما في الشرار فلا يصلح قضية لا طيب بها نفسه ولا غير ذلك، فلا بد من إلزامه بأن يشتري الوسط. فلا تجزئ وإن كانت كلها خيارا أو شرارا كلف ربها الوسط على المشهور، فإن امتنع أجبر على ذلك. لكن قلنا في الخيار مش ضروري يجبر، إذا كان تبرع بواحدة من الشاة ما فيش مشكل. وجميع ما ذكره وردت به الأحاديث الصحيحة، ولا يؤخذ في ذلك، هذه مسألة مهمة، ولا يؤخذ في ذلك عرض ولا ثمن. فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها أجزاءه. هذه مسألة ديما يكثر السؤال عنها، مسألة هل يقبل في الزكاة العروض أو النقد؟ الأصل فيها أن الإخراج يكون من جنس الشيء، هذا الأصل. لكن هل يجوز أن يخرج الإنسان عن صدقته نعم قيمتها وثمنها؟ المالكية مشهور مذهبهم الكراهة. لماذا؟ لأنهم نظروا إليها من باب شراء الصدقة، من باب شراء ما تصدقت به. وعندهم شراء ما تصدقت به لا يصل الأمر إلى الحرمة، بينما بعض العلماء عندهم حرام. المالكية عندهم لا، أقصى شيء هو الكراهة. إذا اشتريت صدقتك بعد أن تصدقت بها، أعطيت لصاحبها واسترجعتها، فأنت يعني ارتكبت مكروها. فكذلك الأمر في الزكاة، تواجب عليك شاه، تنين الشاه اللي من بها تقعد وبنعطي بدلها، كان ثمنها 200 بنعطي 250. عند المالكية في مشهور المذهب هذا مكروه، لا يصل الحرمة وتجزي، هذا المشهور. ولا يؤخذ في ذلك أي الصدقة عرض ولا ثمن، أي عين، بدل ما وجب عليه من حب أو ثمر أو ماشية. فإن أجبره المصدق أي الجاب متاع الزكاة الذي يجب الزكاة بتخفيف الصاد وكسر الدال وهو الساعي، يعني قال لنا ما نشخر، لا نقبل منك كذا، نبي فلوس في يدي. فإن أجبره المصدق على أخذ الثمن في الأنعام وغيرها كالأنعام والحبوب وما إلى ذلك أجزاءه، سقطت عنه الزكاة. قال هذا مفهوم الشرط، لو فعل ذلك اختيارا، أي مفهوم الشرط سيأتي أنه إن فعل ذلك اختيارا لم يجزي، هذا مفهوم الشرط. لأن إذا أجبره المصدق قلنا لا تجزيك، بأي ما أجبره المصدق هو اللي قام بها بروحه، المفروض ما أجبره، لكن مشهور مذهب تسقط عنه. الفقير وين بيجبره؟ الفقير فرقة حاله، فقير هو ينتظر الصدقة.
أنت تقصد يعني إذا كان المسألة في مصلحة الفقير. إيه في مصلحة الفقير أن يأخذ نقودا، لا مصلحش، النتيجة هي هي. وقلنا أجزأه مفهوم الشرط لو فعل ذلك اختيارا لم يجزه، وهو كذلك على المشهور، على المشهور فيهما، على مفهوم ابن الحاجب ابن عبد السلام، وظاهر المدونة وهذا المعتمد وغيرها أنه من باب شراء الصدقة، فالمشهور فيه أنه مكروه ولا يحرم. وبالجملة أنه اضطرب في ذلك ابن القاسم، أي تردد، فقال مرة يجزي، وهذا المعتمد، فقال مرة يجزي سواء كان ذلك طوعا أو كرها، ذكره في العتبية، وشرط في كتاب ابن الموازي، أي في الموازية، الإكراه، يعني لا يجزئ ذلك إلا إذا أكره، هذه الكلمة قالها ابن أبي زيد. وقال مرة، المدار كله على ماذا؟ إذا كانوا يضعونها في مواضعها، إذا كانوا يضعونها أي الأولى، إذا كانوا يضعونها في مواضعها. وفرق مرة بين أن يخرج عن الحب، بين أن يخرج عن الحب عينا فيجزئه، وبين أن يخرج عن العين حبا فلا يجزئه، انتهى. وقد علمتم أن المشهور أن الجميع يجزي، وأنه فقط مكروه لأنه رجوع في الصدقة. وقال أحمد زروق: اختلف المذهب في إخراج الذهب عن الفضة، في إخراج الذهب والفضة عن الفضة وعكسه، أي إخراج الفضة عن الذهب، والمشهور الجواز، هذا مشهور المذهب، نعم، الذهب والفضة مفيش مشكلة. وبالتالي الآن إخراج النقود عن الذهب والذهب عن النقود والفضة عنهما كل ذلك جائز، أو إخراج الزكاة بعملة أخرى كذلك، فأي عملة من العملات تجزئ. والمشهور الجواز مطلقا، لما؟ لاتحادهما في الحكم. فأما إخراج العرض عن العين فالمشهور أنه لا يجزئه، العرض عن العين، نعم، أنت وجبت عليك فلوس وقلت خلنا أخذ لهم بها فراشات ولا طاولة ولا تلفاز ولا غير من ذلك من السلع، السلع كلها بصورة عامة، قال المشهور أنه لا يجزئه، هذا هو مشهور المذهب. لكن أنا نفتي أحيانا في بعض الأحيان يجون ناس يقولوا إذا أعطينا الزكاة لمن يستحقها توفر فيه الشرط الفقر أو المسكنة فإنه يخمر بها، موجودة هذه في مجتمعنا، مجتمعنا فيه العجب الآن، الأشياء ما كناش نحلم بها حتى الحلم، فيعني يقول إن اشتريت للعائلة أعطتهاش اشتريت للعائلة يعني سلع غذائية وما إلى ذلك، هل هذا يكفيني عن العين وأنا متأكد من أنه سيصرفها في أمور أخرى؟ أقول نعم، لكن بشرط ضمان ألا يأخذها هذا صاحبنا اللي بنعطوه له أو نعطوه لعائلته، ألا يأخذها فيبيعها من جديد ويصرفها وينفقها في المحرمات، وإلا النتيجة واحدة بالضبط، نعم. فأنا حدثت هذه معي، وواحد قال لي أنا أخوي يخمر أي حاجة حصلها من الفلوس طول، قال هل يمكن أن نأخذ له؟ وقال وعائلته فقيرة ما عندهم شيء،
قلت له هل يعني بعد ما تاخذ لهم انت سلع غذائيه هل انت ضامن لانه الا ياخذها منهم ويغتصبها ويبيعها؟ قال ضامن. قلت له خلاص كانك ضامن ما يقدرش يتعدى على المساله هذه، خذ لهم مباشره، فهذه لا تدخل معنا ان شاء الله في باب الكراهه. واما عكسه فيكره، العرض بدل العين المشهور لا يجزي، والعين بدل العرض مكروه. إن شاء الله، عادة ابن أبي زيد لما يذكر الكلمة هذه إن شاء الله، يعني الشراح ما يختلفون في ذلك، لكن اللي يبدو أنه كأنه يقول لقوة الخلاف، كأنه يعتمد على قضية إن شاء الله، يعني فيما اختاره هو ويعتمد عليه، كأنه يقول رأى ما ذكرته في خلاف كبير والمعتمد ما قلته إن شاء الله، إشارة إلى قوة الخلاف. قال الشيخ: ولا يسقط الدين زكاة حب ولا ثمر ولا ماشي. وهذه حكينا عليها، الدين ما يدخلش إلا في زكاة العين، أما في زكاة الماشية في زكاة الحبوب لا دخل للدين في ذلك. وقد فصلنا القول في مسألة الدين عندما تكون الزكاة في العين، وقلنا إذا كان ما عنداش ما يقابله، أما إذا كان يملك ما يقابل هذا الدين بحيث لو باعه لانتهى هذا الدين فلا يعد مدينا، نعم يلزم يطلع الزكاة على الجميع. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال: تقدم في الباب الذي قبله ولم يظهر لتكراره معنى، لماذا كرره لا نعرف. قال الشارح رحمه الله: تتميم مشتمل على مسائل مهمة. هذه المسائل: الأولى أن يخرجها بنية الزكاة، فإن أخرجها بغير نية الزكاة لم يجزه إلا أن يكون مكرها. هذه مسألة مهمة أيضا، يعني قضية الزكاة هل تلزمها نية؟ احنا قلنا هي الزكاة حق، والحقوق تارة تلزمها نية أي إخراجها، وتارة لا تلزم فيه النية. حكينا عليها كم مرة، قلنا الديون مثلا حق، وإخراجها وأداؤها لأصحابها لا يحتاج إلى نية، لأن الشارع طلب منا أن نرد الحقوق إلى أصحابها سواء نوينا ذلك أو لم ننوي. المهم قد وقع ما أمر به الشارع، إذا مش مطالب بنية، لكن النية قلنا فيها زيادة خير وهي حصول الأجر. الفرق بين واحد رد الدين لصاحبه لأن الله أمره بذلك فهو قد رد الدين امتثالا لهذا الأمر فقد حصل له الثواب، وشخص آخر رد الدين هكذا غافلا أو إلى آخره فإن ذمته برئت، ولكن أيوة لا ثواب له. الزكاة هل تلزمها النية أو لا؟ الخلاف فيها مشهور حتى داخل المذهب. لماذا الخلاف؟ لأنها خليط من معقول المعنى وغير معقوله، فالذين غلبوا معقول المعنى في المسألة قالوا لا زكاة لا نانية فيها، أو الشارع
أمرنا أن نخرج الزكاة فأخرجناها، أن نخرج الزكاة فأخرجناها، انتهت المسألة. وبعضهم غلب جانب التعبد فقال لا بد في ذلك من نية، وهي لأنها خليط قلنا من معقول المعنى ومن التعبد. أما التعبد فيها، أما معقول المعنى فيها، فواضح أن الشارع يريد أن يسد حاجة الفقير. هذه الزكاة، هذه معقول معنى، يعرفها الخاص العام. لماذا شرعت الزكاة؟ سدا للخلة. وأما تعبدها، وأما جانب التعبد فيها، فهو واضح كذلك. لماذا نصاب معين؟ ولماذا المخرج نسبة معينة؟ ولماذا أشياء لا تخرج زكاتها؟ إن بعض الأمور فيها الزكاة، لا زكاة في الخيل ولا في الحمير مهما بلغت أعدادها إلا إذا اتخذت للتجارة. نعم، عند عدة تدخل في السلع. ولا زكاة في يعني بعض الأمور الثمينة الأخرى التي تزيد على الذهب والفضة أضعافا، ولكن الشارع لم يذكرها. ولا زكاة في الخضروات ولا الفواكه على رأي أكثر الناس، مع أنها أحيانا تدر على أصحابها أضعاف ما تدره الشياه والحبوب. لكن هذا جانب التعبد. ولماذا 40 شاه؟ ولماذا مع الشيء إلا شاه واحدة لعند الآن 121؟ ولماذا مع الشاه 3 شياه إلى 201 ثم إلى 400؟ لا نعرفه. كذلك التقسيم للإبل والبقر لا نعرف علته. فهذا الجانب التعبدي. ولماذا 2.5% في النقل؟ ليش ما كانش 3؟ ليش ما كانش 2%؟ كل ذلك لا نعرف علته. فهذا جانب التعبد. فمن غلب جانب التعبد أوجب النية، ومن غلب جانب المعقولية لم يوجبها، ومشهور مذهب مالك وجوبها. وبالتالي إن دفعت إلى فقير شيئا من أموالك ثم خطر على بالك بعد ذلك بقليل أن تحسبها من الزكاة فلا ينفعك ذلك، فلا ينفعك، فات الوقت لأن أنت سلمتها. فلا بد، وأصل النية قلنا أن تصاحب العمل، هذا الأصل، وقد تسبقه في أشياء ذكرناها في الماضي، منها إن وكلت أحدا بإخراج زكاتك فالنية سبقت الإخراج. إذن مشهور المذهب أن الزكاة تجب فيها النية، ولذلك قال الأولى أن يخرجها بنية الزكاة، فإن أخرجها بغير نية الزكاة لم يجزه إلا أن يكون مكرها. وهذه مسألة يعني من الاستثناءات، أن المكره لا تجب عليه النية. وكيف تجب عليه وهو مكره وما هوش مطلع؟ لا يريد أن يخرج الزكاة فأخرجها منه الحاكم، فأين النية في ذلك؟ ما فيش نية. وبعض العلماء قالوا نية الآخذ تكفي في مثل هذه المسألة، كما في مسألة التطليق في المحاكم، ما يطلق القاضي لا دخل للزوج، الزوج رفض هوش مطلق، فطلق عليه القاضي، يقع الطلاق لما يطلع الله ما يقعش يقع، فأين نية الطلاق في ذلك؟ مش ناوي الرجل شيء، لا طلاق لا تلفظ به ولا نوى، ومع ذلك يقع. فالنية أحيانا ينوب فيها البعض عن البعض إلا أن يكون مكرها. الثانية، أي المسألة الثانية، ألا ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه إلا ألا يكون فيه من يعطيها له فينقلها إلى أقرب المواضع إليه. مسألة تفريقها في الموضع الذي فيه صاحب المال،
ألا ينقلها من الموضع الذي وجبت فيه إلا ألا يجد إلا ألا يجد أصحابها. ما فيش من الجماعة اللي ذكرهم القرآن أصناف الثمانية ما وجدش منهم شيء ووجدها في خارج المنطقة، وعادة الفقهاء يقدرون ذلك بمسافة القصر أي 90 كيلا 90 كيلومتر. نعم، إذا ما فيش حد في المنطقة متاعك تقدر تنقلها. كذلك أجازوا ذلك إذا كان هناك محتاجون في منطقتك ولكن الاحتياج في غيرها أكبر، كذلك يجوز أن تنقلها إلى غير موضعها خارج حدود 90 كيلومتر. 90 كيلومتر دور الدائر طبعا. فهذه الأمور التي أجازوا فيها إعطاء الزكاة خارج الموضع. الثالثة، مسألة الثالثة، أن يخرجها وقت وجوبها. طبيعة هذا الأصل كالصلاة والصيام وغيرها، إذا حال الحول كان فيه النصاب على الأشياء التي فيها نصاب فقد وجب الإخراج فورا، فإن أخرها عنه أجزأه وارتكب محرما، أي تأخيرها عن وقتها حرام ولكنها تجزئ متى ما أخرجتها حتى ولو بعد سنوات، فإنها لا تسقط بحال. فرائض لا تسقط بالتقادم. فقط يعني يكثر السؤال عن المسألة هذه، يجوز تأخيرها في حالتين. في حالة ما تلقاش لمن تعطيها، هناكش أصنافها، يبقوا تدوير وتفتيش وربما مكان بعيد، لكن المنطقة اللي ساكن فيها أنت ما فيهاش من يستحق الزكاة، فهذه تأخيرها لا شيء فيه. الثانية، مسألة ما يتعلق بالنقود، إذا لم يكن عندك ناض، عندكش فلوس، ما عندك سيولة، الآن أنت عندك سلع فقط، أنت تاجر وعندك النصاب واصل 85 جرام من الذهب ما قيمته، تجب عليك الزكاة، لكن ما عندك سيولة الآن أنت. نعم، فكما العمل يجوز لك التأخير إلى أن تحصل لك سيولة، فأول ما تحصل تخرج الزكاة. هل يجوز القرض؟ هل يجوز الاستقراض؟ هل يجوز أخذ المال قرضا لإخراج الزكاة؟ نعم، وهو الأفضل. الرابعة، أي المسألة الرابعة، أن يصرفها في مصارفها الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية. إذن لابد من إعطائها لمستحقيها الأصناف الثمانية، ولا يجوز إعطاؤها لغيرهم. والسؤال الذي يكثر السؤال عنه أو المسألة التي يكثر السؤال عنها هي مسألة في سبيل الله، هل تدخل فيها المساجد والأعمال الخيرية، مدارس قرآنية أو شيء من هالقبيل، المستشفيات، المدارس إلى آخره؟ لا، لا تدخل. هذا جمهور العلماء، ما فيش إلا قول لأحد فقهاء الأحناف توسع في المسألة وقد قلده بعض المعاصرين، هذا نوع مسألة في سبيل الله أدخل فيها المشاريع كلها الخيرية. أما بقية الناس فإنهم يقصرون ذلك على الجهاد وتوابعه. نعم، هذا سؤال مهم، أنا كنت في ذهني ثم نسيته. يعني أين ينظر إلى قضية الموضع؟ هل موضع المال أم موضع صاحبه؟ مشهور مذهب مالك أن النظر إنما هو لصاحب المال،
أينما وجد صاحب المال فهو ذلك موضعه. هذه المسألة نعم مهمة. قال الشيخ، قال الشارح ثم انتقل أي الشيخ يتكلم على زكاة الفطر فقال: وجرته المناسبة أن كلتيهما زكاة. قال ثم انتقل يتكلم على زكاة الفطر فقال: باب في بيان حكم زكاة الفطر. ويقال للمخرج فطرة مش فطرة، فطرة بكسر الفاء لا غير، لأنها من الفطرة التي هي الخلقة، أي زكاة الخلقة، زكاة البدن هي من فعل، نعم زكاة البدن. زكاة أخرى زكاة الأموال، وزكاة الفطر زكاة الأبدان. وفي بيان من تؤدى عنه والمؤدي، وبيان جنسها وصفتها وقدرها. قال: شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث. يعني هذا من فضل الله علينا أنه جعل بعض العبادات تتميما وتكملة للفرائض، مع أن هذه العبادات التي سنذكرها والتي تعرفونها هي نوافل تطوعية. فمنها النوافل العادية فإنها تكمل ما شاب فرائضك من النقص. وكذلك هذا الأمر في زكاة الفطر، فإنها تجبر ما تخلل صيامك من النقص، ولا بد أن يكون النقص ويعني واقعا، نعم، إما باللغو أو الرفث أو شيء من هذا القبيل. شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهي تضرب على جانبين، جانب المعطي وجانب المعطى. وبدأ بحكمها فقال: وزكاة الفطر سنة واجبة. والشيخ ابن أبي زيد إذا ذكر كلمة سنة واجبة فإنما يعني بها أن مؤكدة بالضبط، نعم تأكيد مؤكدة. قال الشارح: ما ذكر أنها سنة واجبة نقل الفاكهاني عن بعض شيوخه أنه المشهور. قال: ولم أره لغيره. والظاهر من المذهب الوجوب، ما ليست سنة مؤكدة وإنما هي واجبة. ولذلك يخرجون من هذه التعبيرات هذه بقولهم: إنها واجبة بالسنة، واجبة بالسنة، يعني لم يذكرها القرآن وإنما ذكرتها السنة وأوجبتها على من كان عنده فضل عن طعام ذلك اليوم. والظاهر من المذهب الوجوب. وصرح ابن الحاجب بمشهوريته، مشهورية الوجوب. واختلف في معنى قوله. قال الشيخ: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد أنها واجبة بالسنة، أي الذي أوجبها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أوجبه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يساوي ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. فقيل معناه قدرها، وقيل معناه أوجبها. وعليه مشى صاحب المختصر، أي كلمة فرضها معناها أوجبها، وهذا صحيح، نعم. وقوله: على كل كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد من المسلمين.
صاع، وقوله على كل كبير وصغير ذكر أو أنثى حر أو عبد متعلق بسنة. زكاة الفطر سنة على كذا. وقوله من المسلمين بيان لكل كبير وما بعده، يعني الكفار ليست واجبة عليهم، وهذا بناء على القول الأولى بأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة. قلنا والمشهور أنهم مخاطبون. واعترض ابن عمر، اعترض ماذا؟ اعترض قول الشيخ أو عبد بأن ظاهره وجوبها على العبد، ولم يقل به مالك، ثم أجاب بأن على بمعنى عن، عن يخرج هذه الفطرة غيره أي سيده. وأو في كلامه للتنويع لا للتخيير، وإنما تتعلق سنيتها أو وجوبها على المشهور بمن، بمن فضل عنده قوت يومه مع صاع إن كان وحده، أو قوته وقوت عياله مع صاع إن كان له عيال. قلنا احنا هذا لا يشترط فيها الغناء، بل حتى الفقراء يجب عليهم. وذكرنا أنه يمكن أن يعطيها الفقير ويأخذها كذلك، يعطي ويأخذ، هو فقير فيأخذها بصفة الفقر ويعطيها كذلك لأنها زادت عن طعام يومه، فيها فضل عن طعام يومه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. فإن لم يقدر على صاع بل على بعضه أخرجه. نعم، أن يعني ما يقدرش يطلع صاع، عند نص صاع بس ما قلناش لا والله أنت لا يسقط إيه الميسور بالمعسور. وعسر عليه أن يخرج الفطرة كاملة، لكن عنده نصفها وربعها إلى آخره، فيجب أن يخرج ذلك، خلاص يسقط عنا ما يقدرش يطلع. وإن لم يكن عنده صاع ولا جزءه، ولا جزءه وهو محتاج، ووجد من يسلفه تسلف وأخرج. وإن لم يكن عنده صاع ولا جزءه وهو محتاج ووجد من يسلفه تسلف وأخرج. لكن هل يجب عليه ذلك؟ لا، ليس على باب الوجوب. والصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا رجوع لقضية، وزكاة الفطر صاع، زكاة مبتدأ وصاع خبر، صاع بالرفع، خبر مبتدأ، خبر مبتدئ محذوف تقديره قدرها صاع. وكذلك يجوز أن يكون خبر لما قدمه الشيخ من قوله زكاة. وفي رواية صاعا، هذه مسألة أخرى، مفعول لفرض. نعم، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل كبير وصغير حر أو عبد صاعا. مفعول فرض، والصاع المفروض مخرج قال الشيخ عن كل نفس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كم صاع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهو أربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم، وتؤدى من جل عيش أهل ذلك البلد. قال الشارح والصدقة المفروضة إنما تؤدى من جل، أي من غالب عيش أهل ذلك البلد الذي المزكي منه.
سواء كان قوتهم مثل قوته أو أدنى أو أعلى، فإن كان قوته أعلى من قوتهم وأخرج منه أجزاءه، هذه قاعدة عامة قلنا دائما إذا أخرجت الأحسن يسقط عنك. إذن النظر العادي هو لجل يعني قوت البلد، حتى ولو كان طعامك أرقى من طعام بقية الناس يجزئك الإخراج من طعامهم، وإن أخرجت من طعامك والحالة هذه فمن باب أولى. فإن فعل ذلك لفقر أو عادة كأهل البادية فإن عادتهم أكل الشعير بالحاضرات، فإن عادتهم أكل الشعير بالحاضرة مليهم وفقيرهم أجزاءه، يعني أهل البادية إذا كانوا يأكلون الشعير بالحاضرة سواء الأغنياء الفقراء منهم، والحال أن أهل المدينة التي يسكنونها لا يأكلون الشعير بل يأكلون القمح، فإن ذلك يجزئهم. قال: وهذا ضعيف والمعتمد عدم الإجزاء. وفقيرهم أجزاءه على أحد القولين وهو ظاهر المختصر. وإن فعل ذلك شحا فظاهر كلام ابن الحاجب أن ذلك لا يجزئه اتفاقا، يعني ابن الحاجب يرى أن المسألة تعود إلى قضية العادة، فإن كانت عادتهم أن أغنياءهم وفقراءهم لا يأكلون إلا الأدون أي الشعير مثلا، فإن ذلك يجزئهم، ولو كان سكان المدينة التي يقطنونها يأكلون شيئا أرقى من ذلك، هذا رأي ابن الحاجب. أما إذا فعلوا ذلك بخلا فإن ذلك لا يجزئهم، والمعتمد أنه لا يجزئهم، وإنما لابد أن يخرجوا مما يأكله أهل البلد غالبا. ثم فسر الجل الذي تؤدى منه بقوله، يعني الأصناف اللي طلعوا منها صدقة الفطر، قال: من بر أو شعير أو سلت أو تمر أو أقط أو زبيب أو دخن أو ذرة أو أرز. قال الشارح ثم فسر أي الشيخ الجل الذي تؤدى منه بقوله من بر وهو الحنطة للطعام أو شعير أو سلت بضم المهملة، تقدم أنه ضرب من الشعير ليس له قشر كالحنطة، أو تمر أو أقط، تمر معروف والأقط سيفسره بفتح الهمزة وكسر القاف، ويجوز إسكانها مع فتح الهمزة وكسرها، وهو لبن يابس غير منزوع الزبد، يعني حليب قاع ولكنه يابس، أو زبيب أو دخن بدأ بدال مهملة مضمومة. الدخن هو القصب، أو ذرة، الذرة معروفة يعني احنا نقولها سبول العبيد، أو ذرة بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة، حب معروف، أو أرز بضم الهمزة والراء على أحد لغاته، أرز وأرز، حب معروف. وإذا أخرج من غير هذه الأنواع التسعة لا تجزئه على المشهور. وزاد ابن حبيب عاشرا أشار إليه بقوله: وقيل إن كان العلس فتح العين واللام المخففة والسين المهملة قوت قوم أخرجت منه الزكاة. كأن واحد سأل قال له شنو العلس اللي تحكي عليه،
فقال: وهو حب صغير يقرب من خلقة البر. ولما بين المخرج منه زكاة الفطر شرع يبين من يلزمه إخراجها عنه، فقال: ويخرج عن العبد سيده، ليس على إطلاقه، بل فيه تفصيل. شنو التفصيل؟ وهو إن كان العبد مسلما، للقنية أو التجارة أخرج عنه. القنية معروف يعني كاسب كسب يخدم فيه، والتجارة معروف يبيع ويشري في الرقيق، أخرج عنه. وكذا إن كان آبقا مرجوا، يعني قسم الآبق قسمين، قسم مرجو إيجاده وقسم ميؤوس منه. وإنما يلزم السيد إخراج زكاة العبد المرجو الآبق المرجو إيجاده، وأما الميؤوس فلا يخرج عنه. قال: وكذا إن كان آبقا مرجوا، أما غير المرجو فلا يخرج عنه. والمعتق بعضه يخرج السيد عن حصته، ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه. لنفرض أن محرر منا النصف الرقيق، نصف قاعد رقيق لسيدة ونصف حر، السيد يخرج عن نصف، أي نصف صدقة فطر، أي مدين، بدل من أربعة أمداد يخرج مدين إذا كان هو يملك النصف قاعد رقيق، والنصف الثاني حر، هذا لصاحبة، ولكنه لا يخرج العبد. لما؟ لأنه لا يملك ملكا كاملا، ولذلك لا يخرج. نعم، السيد يخرج النصف والعبد لا يخرج شيئا. والمعتق بعضه يخرج السيد عن حصته، ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه. وهي ما تصيرش راي هذه إلا تحت ظروف معينة، قضية المعتق بعضه الأصل فيه من أعتق جزءا من العبد أجبر على تكملة الحرية في باقيه، لكن أحيانا يكون معدما فيعني لا يستطع أن يعتق العبد هذا، لأن صاحب اللي بنجبروها العتق معدم، وبالتالي يصبح النصف والربع والثمن هو الحر والبقية قاعدة رقيقة. هذه فقط التصور. تصور ثاني لما يكون فيه شركاء يملكون عبدا واحدا، فقام أحدهم بتحرير حصته، يجبر الحاكم الشريك الآخر على اعتاقه على أن يدفع له المعتق الأول ثمن حصته. فإذا كان حتى هو معدم ما عندهش نعم ما يدفع، كذلك يبقى هذا المحرر منه هذا الجزء فقط، أما الباقي ما نتصوروش واحد معتق بعضه. ويسقط عن العبد الجزء المعتق منه. والعبد المشترك يخرج كل بقدر ما يملك منه. إذن هذا في حال قاعد رقيق، واحد عنده الربع واحد عنده ثلث أرباع، اللي عنده الربع يطلع مد، واللي عنده ثلث أرباع يطلع ثلاث تمداد. نعم، كل على حصته. قال: والصغير الذي لا مال له يخرج عنه والده. نعم، أي وكذلك الولد المسلم الصغير الذي لا مال له، يفهم من ذلك أن الصغير الذي له مال يخرج من ماله، تخرج الفطرة من ماله.
لا مال له يخرج عنه والده، مفهومه أن الكبير لا يخرج عنه، وليس هو على إطلاقه، بل فيه تفصيل، وهو إن كان ذكراً وبلغ صحيحاً لا يخرج عنه، وإن بلغ زمناً أخرج عنه. هي المسألة حقيقة الأمر تتبع النفقة، فمن ألزمه الشارع بالنفقة عليه ألزمه إخراج فطرته، هكذا الضابط بتاعها. نعم. ولذلك الذكر هذا إذا بلغ صحيحا ما هوش مريض يستطيع الحركة، خلاص تسقط نفقته إلا تطوعا، وتسقط فطرته. وإذا بلغ زمنا يعني ما يستطيعش يتحرك، يستمر النفقة عليه ولو بلغ من العمر شيئا كبيرا. وإن بلغ زمنا أخرج عنه. والأنثى يخرج عنها وإن بلغت، ولا أمتى حد الوقوف؟ نعم، حتى تتزوج. وعبارة بعض الفقهاء أحسن ربما، حتى تدعى إلى الزواج. فإن دعيت إلى الزواج وتأخرت إجابتها فإن النفقة تسقط عنها بطبيعة الحال. هذا كله في عقد الآن، موجود العقد لكن الدخول ما تمش، فإن النفقة تسقط وكذلك الفترة. إن كان لها مال، فيش هذه في تخرج تسقط فطرة أو لا؟ هذا سؤالك. لا، الأنثى إما أن يخرج عنها والدها، هذه قبل أن تخرج من بيته، قبل أن تتزوج، وإما أن يخرج عنها زوجها، هذا إن تزوجت، أو إذا دعيت إلى الزواج. إذا دعيت إلى الزواج يعني معناها صبحت كأنها في، حتى دخل بها كأنها لما دعيت كان دخول، تسقط عن والديها وتتعلق بزوجها. وإذا كان هي، هذه ستأتينا ربما، إذا طلقت مثلا أو تأيمت، معاش يجب الفترة على حد فيها إلا إذا كان هي تملك مالا. لكن احنا نشيل شغلتنا الثانية، لا هي هذه، لأن المسألة هي تتعلق بإيش؟ قلنا صدقة الفطر، بقضية النفقة. فإذا فهمنا الحكم في النفقة فهمنا قصة صدقة الفطر. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.